توين تيربو مع فيصل الصيخان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا ويغلى فيكم، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج توين تيربو اللي يجيكم كل يوم أحد من الساعة 8 للساعة 9. قبل لا نبدأ موضوع حلقة اليوم، خلونا نذكركم بأرقام التواصل: STC 84770، موبايلي 640660، وزين 74626. وتقدرون بعد تتواصلون معنا على حسابنا بمواقع التواصل الاجتماعية ALIF ALIF FM. أرسلت لكم قبل شوي تغريدة، تقدرون تردون عليها أو إذا حبيتوا ترسلون رسالة. طبعا اليوم بيكون موضوعنا نقاش عام على موضوع معين، وبنستقبل اتصالاتكم. فسجلوا الأرقام عندكم: 012-61-61-100 أو 011-217-85-85. شكرا لك يا شيخ النور، نورك. طبعا يا جماعة، إن شاء الله اليوم موضوعنا بيكون عن أسعار السيارات الجديدة أو المستعملة. بنتكلم عن ارتفاع أسعار السيارات. هل تشوفون أنه الارتفاع اللي يعني من فترة هو، لكن الحين أشوف كل ماله يزيد الارتفاع، تشوفون أنه مبالغ فيه أو معقول هالسعر اللي قاعدين نسمعه؟ يعني أحيانا في موديلات، طبعا ما نبي نذكر أسماء شركات، خلونا نتكلم بشكل عام، ما نبي نزعل أحد. وبعد الشريطية لا يزعلون علينا شوي، نتطرق الموضوع الشريطية وبيع السيارات المستعملة، فما نبي أحد يزعل علينا إن شاء الله. طيب، فبنتكلم بعض الموديلات تختلف الشكل، أو يعني يجيك الموديل اللي عقبه فيه أشياء بسيطة لكن تشوف فرق سعر يعني مهول. يعني أعطيكم مثال: سيارة مثلا تكون ب 150,000، مجرد يتغير شكلها تنزلك السيارة ب 270,000 أو 250,000. هذا جانب. في جانب ثاني بعد، يمكن هو هم كثير من الشباب اللي هو يتكلم يقول لك: يا أخي ليش عندنا سعر السيارة مثلا 100,000، نفس السيارة موجودة برا السعودية بسعر أقل ب 20,000 و 30,000؟ ناس يقول لك والله الوكيل هو اللي رافع الأسعار، ناس يقول لك لا والله الجمرك، ناس يقول لك حتى لو الجمرك المفترض ما توصل هالأسعار. هالأشياء هذه كلها نبناقشها معكم، من اللي مر هالمواقف، من اللي قرر وراح وجاب سيارة بنفسه من الخارج ما اشتراها من هنا وفعلا وفر على نفسه، حتى اللي بنعرف بعد دخول السيارة وإصدار اللوحات والجمرك هل فعلا استفاد، كان الفرق يستاهل سواء جبتها من دول الخليج أو جبتها من نفس البلد الأم المصنعة للسيارة هذه. طيب، خلونا نبدأ ناخذ مشاركات وبعدين نستقبل اتصالات. طيب، محمد هزاز يقول: بالنسبة لأسعار السيارات جديدة يوجد معدل ارتفاع بسيط سنوي للأسعار، ولكن ارتفاع أسعار بعض السيارات هو بسبب زيادة المواصفات فيها وسبل الأمان، فمصنعيتها مكلفة جدا وتخضع لتجارب عدة. ولكن الغريب في الموضوع أننا نواجه ارتفاع في أسعار بعض السيارات بدون أي فارق ملموس في المواصفات أو سبل الأمان، مثل بعض العلامات التجارية التي تعتبر الأشهر في السعودية. هذا فيما يخص سيارات جديدة يتكلم الوكالات. السيارات المستعملة يقول: السوق السعودي تعتمد اعتماد كلي على الوكيل وقوة خدمته، فيوجد ارتفاع هائل في أسعار علامات تجارية معينة، وبالعكس في سيارات أخرى فيها انخفاض غير معقول، وهذا كله بسبب نجاح الوكيل في كسب ثقة المستهلكين. وبالرغم أنه يوجد شروط للأرباح في تجارة سيارات، فالمكسب لا يتجاوز 15% من سعر البطاقة الجمركية للسيارات العادية، ولا يتجاوز 25% من السيارات الفاخرة. طيب، علي عاصي يقول: الارتفاع إذا كان مقارن بالأسواق العالمية عادي، مع العلم أنه ما في جمارك أو الجمارك منخفضة في المملكة، يعني حتى ارتفاع الأسعار مثل الخارج غير مبرر. طيب، ما أدري موضوع الثاني، يعني مشارك الثاني ما أدري عنه، بتحفظ عليه شوي علي. طيب، من عندنا بعد في بتويتر: اوكي، مبالغ فيها وبشكل كبير شيخ عبد الله. طبعا يمكن البعض يستغرب من الموضوع هذا، لا ترى في جماعه يعني سيدات اعمال، وفي من اللي مسؤول عن نفسها وتعرف اسعار السيارات وتتابع وتروح تشري، ف يعني الموضوع متاح للمشاركه للجميع. معنا اتصال. الو الو، هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله
هلا وسهلا، تعرف عليك. معك شكسبير العرب. هلا وسهلا، شلونك شكسبير؟ ايش اخبارك؟ بشرنا عنك. والله بخير، الله يرضى عليك ويسلمك. ان شاء الله هسه ايام. تفضل. والله انا اتكلم ان احنا جبنا سياره من برا، سياره عائليه طبعا، ما بذكر اسم الشركه. حلو. جبناها من برا يعني بتكلفه يعني كان 150,000. طيب جبتوها جديدة ولا مستعملة؟ احنا جبناها مستعملة وخدتها جديدة من هنا بنفس السعر. خدتها من هنا جديدة؟ يعني اذا خدتها من هنا جديدة بنفس السعر، جبتها مستعملة من برا بهذا السعر. نفس السعر يعني؟ ما فهمت. جديدة هنا بكم؟ 150؟ يعني هي جديدة 150، انا جبتها مستعملة من برا ب 150. شلون؟ شلون جبتها 150؟ 150 مع اسمه مع التكلفة كاملة، ولا هي سعرها أساسا في محلها ب 97. سبعة تقصد؟ يعني مع الجمرك، مع سعر النقل، مع كل حاجة. يعني تقصد ما استفدت أنك جبتها نفس السعر اللي هنا موجود؟ أيوة ما استفدت حاجة، يعني نفس الشيء. لو أني أخذت سعر جديد من هنا أحسن من الجيران. طب أنت رحت وسألت في أكثر؟ شوف ترى على فكرة في أمريكا الولايات كثيرة، وفي منهم الغالي وفي الرخيص، يعني يبيله واحد شخص متخصص على أساس يعرف الأسعار هناك على فكرة. هي سووها لأن كان واحد قريب ليه مفتاح هناك قال لي ب97، ففرحنا بالسعر. ما درينا إن أنا بندفع جمرك وبندفع نقل وبندفع نصرف 150. أنت حسبوا لك الجمرك أيام التسعير الجديدة اللي هو الظاهر 6%؟ طيب أول كانت أغلى ترى، يعني يمكن أتوقع هذا سعر مناسب. بعدين على فكرة شلون حسبوا لك تسعيرتها؟ منين طلعوا سعرها الجديد؟ عندهم شيء بالسيستم ولا لازم تثبت فاتورة؟ لا تسعير السيارة من هناك، من عندي اشتراها هو من هناك وبع ورسلها. مو حنا من هنا دورناها. لا أنا أقصد الجمرك، منين أخذ قيمة السيارة؟ منين أخذ 6%؟ بناء على إيش الفاتورة؟ أيوة بناء الفاتورة المرسلة. طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا شكسبير. أهلا وسهلا، حياك الله. طب عندنا مشاركة هنا من جعفر يقول طالما ان سعر الوقود منخفض وعدم وجود بنية مواصلات صالحة للاستخدام العام وشدة الحرارة طوال العام، فإن ذلك يؤثر على سعر المركبات بشكل مباشر ويجعلها في ارتفاع متواصل، مع العلم بأن التكنولوجيا والتطور المستمر في عالم المركبات يجعل سعر المركبة ينخفض، وذلك لانخفاض تكاليف تصنيع المركبة. طيب معنا اتصال يقول كنترول. ألو، يلا إذا جانا اتصال ثاني نأخذ. طب يا جماعة إلى الآن يعني في ناس ما وضحت الصورة، في ناس يعني تشوف إنه ما في أسعار متقاربة، وفي ناس تقول لا إنه المفترض يكون السعر أقل. طيب هنا في مشاركة مرة مبالغ فيها ظلم على المواطنين والمقيمين. هجور. طيب يا هجور، أنا بس يا جماعة أبي شخص إذا يسمعنا مثلا من التجار اللي دائما متعود، أو بعضهم ما يكون تاجر يعني عنده رأس مال بسيط، يجيب سيارات تقعد معه فترة يستخدمها وبيعها، يعني بنشوف هل يستاهل فعلا الفرق الأسعار. أنا متابع للسوق من زمان، كان في فرق بينه وبين خلينا نتكلم الخليج، يمكن في تحديدا الإمارات كانت أيامها توصل 15,000، بس الآن الفترة الأخيرة الظاهر خلاص، يعني حتى يوم تنزل ما شاء الله السوق هناك بالإمارات كأنك بحارات جدة ولا بالرياض، تلقى ربعنا ما شاء الله بكل مكان. لكن الفرص اللي تيجي هناك انك ما تروح تشري من السوق، انك تشري من مثلا مالك السياره شخصيا او تعرف شخص هناك يدلك عليه، تختلف كثير لان السوق صار اتوقع مكشوف. او هل ما اعرف اذا تايدوني الراي، اتوقع في مصطلح ما انا بقول يعني رباطيه مثلا، المصطلح لا مناسب اللي بنقول عليه، يتفقون كلهم على سعر معين في السيارات المستعمله. يلا عطنا اتصال يا سعيد. الو. ألو مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. عجبني الموضوع بس حبيت أشاري. نتعرف عليك. معك محمد من مكة. هلا وسهلا، تفضل يا محمد. بس اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم. حبيت بس إنه أتكلم عن تجربتي. تفضل. تمام. أنا اشتريت سيارة من هناك. تمام. أنا اشتريت عن طريق النت وتعاملت معهم كله عن طريق النت يعني. حلو. فطلعت علي بخسارة طيب، لأنه سعرها كان مرتفع شوية، يعني ما حسبت الجمرك نفس الموضوع حق الأخ اللي قبل شوية. لكن اللي يبغى يشتري سيارة أو أي شيء من هناك، أنا أفضل إنه يعني ما يتعامل بالنت، فاهم؟ يكون عنده معرفة هناك، واحد ينزل ياخذ جولات كذا
يشوف الأشياء وبعدين يرجع يعطي الأسعار، لأنه الأسعار يعني مو كل السيارات تعرض في النت، فاهم؟ هذا شيء. الشيء الثاني، أنا كمان عندي خالي يروح كل سنة أو سنتين يروح ألمانيا ما شاء الله يشتري شاحنات. أيوه. معدات ثقيلة وكذا، هذه يقولون تفرق كثير، صحيح؟ جدا كثير، مرة تفرق. تقدر تعطينا مثال؟ يعني مثلا نقول هنا كم الشاحنة وهناك كم سعرها، ولا ما عندك أسعار معين؟ أنا أقول لك على حاجة، إذا كان يبغى يشحنها الشخص حلو، تطلع عليه يعني تقريبا ما حيفرق بين هنا وهناك إلا 20,000 مبلغ زي كذا. لكن عندي خالي كان يجيبها من هناك، سوقها من ألمانيا لحد ما يجيبها هنا، يدخل عن طريق تركيا ويدخل الأردن لما يدخلها هنا. فكان يجيبها يقول لك منها أنا أطلع سياحة ولف العالم، ومنها إنه أجيب سيارة ما شاء الله. فكان لما ينزل ما كان يجيب سيارة، كان يجيب سيارتين ثلاثة أربعة، تمام، يستخدم سنتين ولا واحدة والباقي يبيع هنا. فكانت تفرق معها كثير، تفرق ما شاء الله الثقيلة والأشياء هذه. طيب الله يعطيك العافية أخوي محمد، هلا. معليش استاذنك لانه الكنترول يقول لي في فاصل لازم نطلع، اللي يتصلون برجع اخذ اتصالاتكم، بس خلونا نطلع للفاصل وراجعين متواصلين معكم بتوينتر، وخلوكم معنا. توين تيربو مع فيصل الصيخان يا هلا ويا غلا فيكم، حياكم من جديد بتوين تيربو. نناقش اليوم موضوع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، هل تشوف أنه الارتفاع هذا مبالغ فيه أو عادي؟ يعني كل شيء ارتفاع ما جات على السيارات، هذا البعض يقول كذا. عمار بخش يقول طبعا الدول الثانية الأسعار غالية علشان الجمرك فقط، بعدين حنا نحتاج موقع يقيم السيارة مثل أمريكا بدل الشريطية اللي كل واحد يقيم على كيفه، مبالغ فيه مقارنة بأسعار الجديد في دول الخليج وأمريكا. أنا والله شوف معك يا عمار، لكن موضوع المعارض على أساس لا أحد يزعل علينا ويقول شلون أنتم قلتوا مثلا أنهم مجموعات وذا، بعطيكم أمثلة. لكن قبل فترة افتتح في الرياض فترة طويلة والله يمكن أكثر من 5 سنوات، اللي هو المعرض أو الحراج اللي خصصوه بطريق جهة الفحص الدوري، كان فيه ترتيب وشاشات وذا، بس ما أدري وش صار عليه. شوف أنه ما، هل هو إذا أحد يفيدنا من هالرياضة ولو خبر بالسوق، هل قفل؟ أنا شوف ما زالت الناس في معارض النسيم الظاهر والشفاء، ما أدري وش وضع السوق اللي هناك. طيب معنا اتصال. ألو، يا مرحبا. هلا وسهلا، مرحب، كيف يصل؟ بخير الله يسلمك، من معي؟ معك مرتجة. مرتجة شلونك يا مرتجة؟ ماشي الحال حبيب قلبي. من وين تكلمك؟ بخير الله يسلمك. من الشرقية. يلا تفضل عطنا رأيك ونبي نعرف سوق الشرقية شلون. زاد فضلك. طبعا اللي هو السوق السيارات المستخدمة من المعرض المعارض المشهورة هنا طبعا نفس الأسعار فعلا، غلا وارتفاع. فما أدري، بس اللي هو حسب اللي هو أنا راح أتكلم بس عن الإمارات، لأن أنا أشوف ناس كثيرة تروح الإمارات تأخذ سيارة، فأنا بتكلم عن طريقة الآلية، فما أدري حسب اللي أسمع يعني. خليني أعطيك مثال، لو كنت راح تأخذ كامري من هناك، يلا تفضل. لو كنت بتأخذ مثلا 2010، راح تطلع قيمتها مثلا 70 أو شيء كذا. حلو. هنا موجودة إيه، بس لكن لو تروح تأخذها من الإمارات، راح تأخذها من الإمارات أقل ب10,000، بس لما تيجي على الجمرك وتيجي على هالشغلات هذه تطلع نفس السعر تقريبا. أوكي. بس بالنسبة اللي هو الإمارات، لو تروح تدور السيارات اللي هو مثلا الألمانية أو السيارة الفخمة أو السيارات الغالية كثير، راح تطلع رخيص. يعني مثلا اللي هو السيارة المرسيدس راح تأخذها من هناك 90,000، أما هنا تأخذها مثلاً اللي هو 130 أو شيء كذا، فيختلف السعر. فأنا أتوقع اللي هو آلية السيارات حتى اللي هو من أمريكا نفس الموضوع، لما تأخذها من هناك السيارة هي أساساً غالية، فالفرق راح يكون فرق كبير، فرق شاسع. بس بينما السيارات الرخيصة والسيارات المتوسطة السعر اللي هو تحت 100,000 وكذا، أسعارها متقاربة. أي أسعارها متقاربة، لأن أنت راح تشحنها ونفس الموضوع يعني. من تشحنها خلاص صار اللي هو السعر مقارب كثير، يعني طيب. تقريبا 5%. مرتجع أنا بس أسألك سؤال، طيب أنت برأيك كذا تشوف وش أنظف، سياراتنا ولا سيارات الخليج؟ عادي صراحة قولي. أنا أحس إن الواحد يعني اللي هو تقريبا نفس الشيء. زي ما هناك في ضحك ولا هنا في ضحك ولا يعني. يعني كلا الحالتين، يا يعني أنك تصير شاطر وتروح
فحصها ومعك واحد شريطي يا انك خلاص عليك السالفه. اي الحين صاروا شريطيه مطلوبين. طيب شكرا لك يا مرتجى، يعطيك العافيه. يا هلا هلا وسهلا. معنا اتصال بعد، ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. اهلا وسهلا، تعرف عليك. شو اخبارك؟ عبد الرحمن بخشي من مكه طال عمرك. نعم تفضل يا عبد الرحمن. وعليك السلام، شو اخبارك؟ خير الله يسلمك ويرضى عليك ان شاء الله. اتكلم انا بالموضوع اللي تقول دبي سيارات الفرق ان سيارات، والله سياراتهم صراحه انظف من سياراتنا صراحه، يعني صراحه والله سياراتهم انظف من سياراتنا صراحه. حلو. طب والسعر؟ غلى في مكه ترى سيارات. والسعر متقارب ولا في فرق؟ السعر والله لا والله فرق، هو 10,000 15,000 تراخ. انا طلعت قبل 3 شهور تقريبا، طلعت الامارات شفت السعر انا 15,000 فرق 10,000 فرق، وفعلا انا اقول الجمارك ترجع نفس المبلغ يعني، وتاخذ السياره من هنا وتظل السياره تنظف يعني ما شاء الله يعني. حلو. وحافظون عليها لا تنسى بعد شيء الفرق التذكره واقامه فندق يومين وتمشي بعد يومين. ها الوعد هي على قولهم. طيب يعطيك العافيه. وبالنسبه للمعارض عندنا في مكه هنا طبعا معليش، بالنسبه للمعارض هنا عندنا في مكه ما شاء الله اسعار خياليه وسيارات تعبانه ترى ما في الا ضحك، بس يضحكون عليك. افضل شيء انك تاخذ سياره من واحد تعرفه، بس هذا اهم شيء. وصلت الفكره، شكرا لك عبد الرحمن. يا عبد الرحمن هلا وسهلا، حياك الله. هلا وسهلا. STC 847-70 موبايلي 640-660 وزين 74-62-62. طيب أشرف وش عندك يا أشرف؟ يقول اللي أقوى من هذا كله العقود المتعبة في عقود الإيجار المنتهية بالتمليك وتخويل الشركة في سحب سيارات، مع العلم أنه منع السحب والتعميم عن طريق الأقسام وتجاوز الشركات لنظام سحب بدون الرجوع للقنوات الرسمية والضغط على المستأجر بأنظمة تستنزف المستأجر. طبعا يا جماعة أشرف يتكلم عن اللي تأخر في الأقساط، طبعا هم يعطونك السيارة ومعهم نسخة من المفتاح ويجون يسحبون السيارة. هذه والله يا جماعة ترى يبي لها حلقة كاملة، لأن أنا أعرف ناس تخيل يعني يقولك وقف سيارته نزل السوبر ماركت رجع ما لقاها، توقع أنه سرقت وراح بلغ ذا في الأخير يعني هي ما بسرقة يا جماعة، يعني ما دفعت لي قسطين ثلاثة ولا خمسة، بس ما تيجي تأخذها وأنا نازل أتقضى ولا شيء، تعالي البيت قدم لي شعار قد اكتب أي شيء، بس تيجي تأخذها وأنا من عند سوبر ماركت نازل بجيب شيء، يعني موقف صعب صراحة. أشرف بعد ذكر نقطة مهمة، يقول المواصفات في دول الخليج تستحق السعر الأسعار مع عدم وجود المواصفات وارتفاع الأسعار. شوفوا جماعة دائما يقولون السيارات الخليجية أفضل مواصفات، لكن خلوا يعني الواحد يكون منصف شوي. أنا بتكلم عن شيء شفته بعيني عشان لا أحد يقول، يمكن من زمان أنا أقول لك إيه المواصفات كانت فعلا تجيك من المصنع، يعني الخليج كانوا يطلبون من المصنع المواصفات، لكن أنا قبل تقريبا 4 سنوات رحت شفت بنفسي، ما ودي أذكر البلد عشان ما حد يزعل مني بس كلكم عارفين، رحت شفت في مكان يجيبون سيارة أكثر من سيارة بس من نوع معين، يجيبون أقل نوع زين، يفكون السيارة قطعة قطعة يا جماعة ويحولونها من أقل نوع إلى فل كامل، يعني نتكلم على مراتب جلد والأبواب والخشب الفورمايكا والدركسون، ويركبون شاشة وغيرون ويحطوا لك كشافات بالصدام ويشيلون العلامات ويحطوا لك إياه، وللأسف هي معروفة عندهم بس تدخل عندنا حنا هنا على أساس إنها فل كامل. فأنت تخيل مثلا ما تجي تشري سيارة نوع عادي ب60,000 والنوع الفل منها كامل ب90,000 وتدخل هنا، وأنت البعض مو بالكل ترى يفهم، بس في بعض المواصفات ما يقدر واحد يلعب فيها، يعني مثلا نتكلم على رادار السيارات الجديدة الآن الحديثة، أنا أتكلم لا من أول في شيء اسمه أنظمة الرادار، وهذا يمكن شوي صعب إنه يقعد يحط لك نظام لأنه بغير كمبيوتر يدخل ضفيرة والأشياء هذه، فما وده يدخل بالمشاكل دي، لكن في ناس يعني حول ما يدري ينزل معارض يروح للموزعين يشوف السيارة في الكامل فتحة وجلد ذا، رغم أنها بالأساس هي ما هي في الكامل. طيب نجي لموضوع المعارض والشريطية والوضع اللي قاعد يصير في المعارض، خلونا نتكلم من شيء يعني قريب هنا عندنا في جدة. الحين جدة هنا تجي تلقى المرور يعني يعطيهم العافية رجال المرور يعانون معهم من مشكلة، وانت نازل من أول الكبري يعني قبل لا تدخل المعارض تتكلم كيلو وتلقاهم واقفين على اليمين، ما قلنا شيء يا أخوي الله يرزقكم ما قلنا، لكن أنتوا أول شيء واقف خط سريع، ثاني شيء قاعد تعطل الناس لأنك يعني تشوفون عددهم، وفي ناس ما يعرف أول مرة يدخل السوق يشوف ذا يشر له يقول هذا بيشري يقوم يوقف، وللأسف 3/4 اللي واقفين كلهم تابعين لمعارض في الداخل، المطلوب منه يجيب سيارة والمعرض يشريها وبعدين يعطونه 100 ولا 200 ولا 300 ريال على السيارة اللي وصلها، يعني 3/4 والباقيين هم فعلا يوقفك ويشري. شلون البعض يقول انت عرفت او قلت انهم مجموعات وفي تحيز وفي تحديد للأسعار؟ انا اقول لك مثلا توقف انت السيارة تطلب سعر معين
يقول لك مثلا 60 وأنت طالب مثلا 70، هو شاف سيارة قال 60، أنت تبي تدخل السوق، الشغل كله يشتغل تليفونات، يتصل على خوي اللي واقف قدامي يقول له تبي تجيك السيارة الفلانية لونها كذا، وبعضهم رقم لوحتها كذا. ترى جماعة الكلام ذا أنا أقوله من الناس أعرفهم وقد معهم، يعني واضح الكلام ذا ما يبيله شيء. تدخل قدامي يجيك يستقبلك الثاني، المهم 3-4 كلهم، كل واحد يعطيك سعر متشابه من الأول أو أقل، بالرغم أنه ما هو سعر سوق. ليش؟ البعض يقول لك هذا سعر سيارتي فعلا أنا مبالغ، كنت أبي 70 وهي ما تسوى 60، أو بعضهم يأثر عليك نفسيا، بعضهم تكون محتاج فتضطر أنك تبيع لهم. لكن عموما يعني الواحد دي كلام، كنا إذا طفشنا ننزل معرض تمشى، سبحان الله تنزل تتمشى تشوف أشياء غريبة. كان قبل فترة يجيبون عندنا السيارات الأمريكية اللي أصلا استخدامها بوليسي وتكاسي، وكنت تشوفها بس بآخر المعارض، يمكن اللي ما يروح هناك ما يشوفها، كانت تجي بكميات مهولة. تريلات تنزل، تنزل لك سيارات من أمريكا كلها فوردات كراون فيكتوريا لونها أصفر ولا حقت البوليس، وش يسوون؟ يدخلون الورش ينحرق اللون القديم ويترش لون عادي، طبعا جميع الألوان، وتتنجد جلد وتطلع لك السيارة في الكامل، وهي أصلا جاية ترى تاكسي أو بوليسي، وتنزل بحرج وتنباع. طبعا في أشياء كثيرة تمنعت، يمكن منها هذه الأشياء، وبعد أنه دخول السيارات اللي كانت تيجي محول دركسونا يمين يسار، بنرجع نتكلم عنها، بس خلونا نشوف كنترول يقول معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله على أبو عابد. كيف الحال عمرك؟ يلا حيهم، شو أخبارك؟ الأخ سلطان فيصل. لا فيصل، نسيتني على طول. كيف حالك يا مشاري؟ والله بخير، بشرنا عنك، شلونك؟ والله يسعد ساعة، والله يسعد بركة، والله الله يعطيك العافية يبارك بأيامك. أبو عابد شلون سوق السيارات عندكم؟ أمسي عليك بالخير، طال عمرك. تسلم يا حبيبي، شلون سوق السيارات عندكم الجنوب؟ نعم والله لا تقول، تباحيت مع الشباب على خط. لا لا خل الشباب، سوق السيارات البيع والشراء الحراج. والله يعني لا بأس بها، يعني أنت من هل السوق؟ نعم أنت من هل السوق؟ والله ما أنا من السوق، بس يعني يجي أخبار يعني أي. لا بأس بها، يعني وضعها كويس مطمن، يعني خاصة مستخدم وكذا. طب يعطونا الواحد حقه إلى نزل بالسيارة ولا في بخس للأسعار؟ كيف ويه؟ يعطونا الواحد حقه بالسيارة ولا يبخسون السعر إذا نزلت تبيع سيارك؟ والله دي ناس يعني مو كله، يعني على ما قال المسوق، يعني كل واحد على قد عقله عاد ما يشوفه. يعني الله يعطيك العافيه، شكرا لك. ترى كيف تصلي؟ والله بس ما اسلم عليك. تسلم يا حبيبي، على راسي والله. تسلم يا حبيبي، يا مال مشاري، مع السلامه. اهلا وسهلا، حياك الله. من زمان يا جماعه كان في جيوب تجي دركسونا يجي يمين، وكانت تتحول كلها بدول الخليج يسار وتدخل عندنا بكميات، كانت وأسعار وفيها مواصفات خيالية صراحة، فكانت تضرب على اللي عندنا هنا. فأتوقع أنه مجموعة من الوكلاء اجتمعوا واشتكوا على هالموضوع، أنه أثر على سوقهم، أنهم يجيبون سيارات أحسن من مواصفاتهم وأسعار أفضل من أسعارهم، ما يقدرون ينافسونهم. ففعلا قعدوا كم سنة أخذوا عطب هالموضوع، لين جاء قرار أنه منع استيراد السيارات هذه. طبعا هم قالوا هم منفذ بالموضوع ده، أنه تحويل الدركسون اليمين اليسار مشاكل وحوادث ذا، على اساس انه الحين ما شاء الله اللي جاي 2014-15 ويعلق مثبت السرعه ما فيها ولا شيء. صفر 1-2-61-61-100-11-217-85-85. انا عندي امرين بعد الحلقه، يعني بنزل القى كم شريطي بسلم عليهم تحت، يعني بلقى شركه جايبين لي سياره هديه، ما عندي مانع بس في الكاميرا الله يخليك. سعيد يشر سيارتين يا جماعة. طب نطلع الفاصلنا الثاني، وعقب راجعين متواصلين معكم بتوينتر ونناقش معكم، هل برأيك ارتفاع سعر السيارات الجديدة والمستعملة مبالغ فيه، أم تشوف أن الأمر عادي جدا؟ تيربو مع فيصل الصيخان، حياكم الله من جديد. أبو سلطان يقول أسعار السيارات بالسعودية مبالغ فيها، مع نقص في المواصفات وغلاء قيمة قطع الغيار مقارنة ببعض دول الخليج فهم أفضل مما نحن عليه. والمشكلة بعد مو بالغلاء، المشكلة القطع اللي تروح يقول لك ما في، انتظر طلبية. لكن يعني وزارة التجارة مشكورة، وحنا ناقشنا كذا الموضوع، أنهم شادين حيلهم بهالموضوع انك توفر قطع غيار، واذا بتطول السياره يعطونك سياره بديله. يلا عطنا اتصال يا كنترول. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله.
تبغى تلتقط اخبارك ان شاء الله. خير الله يسلمك، مين معي؟ ان شاء الله. معك مازن شهد من جدة حبيبي. مازن، هلا يا مازن، تفضل. فيصل، انت توافقني الراي انه السيارات القديمه افضل من الجديده بكثير، لانه صراحه المواصفات صح، جديده مواصفات وكل حاجه، التكنولوجيا افضل. بس القديمه كمتانه افضل، كمتانه كاستخدام افضل اكيد. السيارات القديمة كلها حديد، بس شوف خلنا نكون واقعيين، يعني ليش تحولت الأشياء اللي كانت تغيرت؟ يعني ليش الآن السيارات حتى المكاني اللي كانت أول حديد الآن صارت ألومنيوم؟ شوف ما في تغيير إلا للأفضل، إيه بس ما في تغيير إلا للأفضل على فكرة يعني. لا لأنه أنا لأن أنا ما أحب أستخدم صراحة جديد بأمان، صدقا ما أحبه صراحة، يعني أحب أشياء قديمة بأمان. أنا معايا مرسيدس موديل 94 بس والله اني احس افضل من الجديد بمراحل صراحه. وفي شيء ثاني كمان، وتلاحظ ان وزاره التجاره كل يومين انه تم سحب سيارات من شغل فلان 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 لوجود اعطال ورود، لوجود عيب مصنع اشياء، فاهم كيف يعني؟ انا افضل قديم امانه يعني، فاضطر لازم اني انزل ادور في اماكن معينه يعني. فعلا، وفي هو القديم يعني في له عشاقه بعد، لانه في ناس تلقى عندهم سيارات كلاسيكيه مخزنه بعد. طيب شكرا لك اخوي مازن. هلا وسهلا، ناخذ اتصال بعد. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، يلا حيهم. عبد الله، مساك بالخير اخوي فيصل. ومساك ان شاء الله، تعرف عليك. فلاح الطرفاوي من المنطقه الشرقيه. فلاح الطرفاوي، تعرفك، حياك الله، تفضل. الله يجزيك. والله الموضوع ده انا تكلمت فيه حتى مع الزملاء بخصوص السيارات. انت شريطي؟ لا والله انا ما اشتغل. طيب. انا انسان بلبان، شغال كونتراكت ارامكو على قد حالي. ما شاء الله، الله يرزقك ان شاء الله. الله يجزاك خير. ولكن في نقطة مهمة انا اعلق عليها الصراحة. تفضل. في موقف حصل عندنا احد المدراء، انه جاته دورة ادارة 6 شهور في امريكا، اوكي؟ الولاية اللي هو رايح عليها يحتاج سيارة، فقام بشحن سيارته اللي سيارة شيفروليه موديل حديث 2011. على امريكا، لما وصلت السياره عن طريق الميناء راح يستلم السياره، قال السياره ما تدخل. أوف. يا جماعه الخير، موديل 2011. قال والله لو تحب بيبان السماء. راح رفع قضيه ابن الحلال وخسر. صارت زحمه في المحاكم الامريكيه، فكل بساطه جاء الدفاع جاب الورقه، قال له حبيبي هذه الورقه، شوف ركز معي، ها حطها بين قوسين، حط تحتها خط احمر. قال له هذه ورقه من المورد المستورد اللي عندكم في السعوديه حبيبي، طالب سيارات مواصفات ومقاييس اقل من الموجوده، شايف يعني. فلا تلوم الناس اذا راحت تشتري من برا، عشان كذا ممكن حتى علينا استيراد. طب انا بس عندي سؤال، وش سبب منع دخول السياره من عندنا الى امريكا؟ لانها اقل من المواصفات والمقاييس العالميه يا عزيزي. اه ايوه، وضحت. انا احس بمواصفات، تكلم على اشياء في الكاميرا طلعت من 2005 انقطعت كل المواصفات والمقاييس العالميه، يعني تلاحظ من 2005 وتحت سعرها فيها ايا كانت السياره، ايا كان موديلها، ايا كان شكلها، فاهم؟ فهذه نقطه. النقطه الثانيه بخصوص قطع الغيار، قطع حتى انا لما اطلب قطع غيار ما اطلب من الشركه، اروح اطلب من موقع في النت، ألاقيها بأرخص من الأسعار الموجودة، تخيل يعني. قبل أي فرق واجد، طالب صحيح، طالب قماشات لكسز 2007 ب160، أوكي، تخيل هنا محصلها ب2000، دخلت على الموقع وصلتني 240 ريال غير حق الشحن 150 حاجة زي كذا، يعني كلها ما طلعت حتى 500 ريال، تخيل الفرق 1700 ريال. عاد ما بالك السيارة كاملة. الله يعين. بس طيب شاكر لك أخوي، شكرا لك على مشاركتك. وأنا والله ودي أوجه صراحة طلب خاص، أني كمواطن مستخدم، أنا أطول سيارة، أنا الحين في أفضل دولة من دول العالم، لله الحمد في الدين في كل شيء، ربي لك الحمد والشكر والنعمة، الحمد لله. أنا طالب عن كل سيارة تجيني هي تكون مواصفات ومقاييس أجود من العالمية، مو بس عالم، أجود من العالمية الموجودة هناك. والله شوف عاد الموضوع فيما يخص مواصفات، وليش من حقك، بس انا اقول لك فيما يخص مواصفات والمقاييس وليش الوكيل عندنا يطلب، انا ما اقدر اتكلم نيابه عنهم، لازم يكون في حلقه احد يمثلهم، وزاره التجاره. طيب لا لا لا، لازم احد يمثل الوكالات، يكون شخص يمثل احد الوكالات يقعد هنا ويفهمنا ليش ما يطلبون هالمواصفات. والله يا ريت ان شاء الله، نقول ان شاء الله خلينا نتناقش معه، ورقم موجود عندكم. شكرا على تسلم يا حبيبي، هلا وسهلا، ووجه تحياتي لكل من يسمعني
حياك الله اخوي. هلا وسهلا. تحيه خاصه لزوجتي العزيزه غاليه، اقول ان شاء الله تولدين تقوم لي بالسلامه ان شاء الله. الله يقوم اهلك بالسلامه ان شاء الله. طيب في مشاركه من فيصل غامدي يقول مبالغ في اسعار الشركات اللي بالسعوديه، ذاكر يعني كم شركه والسيارات الالمانيه والامريكيه ما بالنسبه للمستعمله نوعا ما مناسبه على حسب نظافه السياره. طيب يعني شوفوا، في بعض يقول لك يمكن الوكيل لا مهم مضطر، والوكيل ما يكسب اللي شيء بسيط. ولا احد الشركات قبل فتره في نوع من انواع السيارات كانت تنباع بتقريبا 195,000. مرت الايام، المهم تغير وكيل الشركه هذه، الوكيل نفسه اللي بالسعوديه تغير، استلمها وكيل ثاني، والكلام هذا مو بقديم، موجود الان، يمكن اللي متابعين سوق السيارات يعرفون وش اقصدنا. سعر السياره الان نفسها ما تغير فيها شيء مع الوكيل الجديد 130,000. السؤال يا جماعة هنا مو بالفرق 60,000، السؤال إذا الوكيل الجديد يبيعها ما شاء الله 130، معناته هي رأس مالها كم عليهم؟ يعني تكلفة السيارة هذه عليهم كم؟ يوم هذا كان يبيع 190 أو 195,000. طيب أعطنا اتصال يا كنترول. ألو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. سعيد ناصر العزيز. تعرف عليك؟ موسى البوشي معك. ناصر؟ موسى البوشي معك. موسى أنا موسى، شلونك يا موسى؟ أنا على طول. الله يسلمك يا رب، ايش اخبارك؟ والله بخير الله يسلمك ان شاء الله. غريب اليوم ما سمعت صوتك، كيفك الحب؟ والله بخير الله يسلمك. والله لك وحش، الله يسعدك. تفضل يا موسى. بالنسبه للموضوع يا ابو مشاري، طبعا زي ما تفضلت انت ببعض المواضيع يعني كلها ما شاء الله تبارك الله، يعني ما يحتاج، بس في موضوع التاجير وانه السياره يجي ياخذوها منك وانت تنزل بغاله وتنزل اشتراك معين، حاب اقول انه في استغاثه طبعا امين عبد الله المحامي طارق الحبيب، حلو، طارق ابراهيم، فهو تفضل انه يقدر العميل اللي هو صاحب السياره يرفع قضيه على نفس الوكيل. حلو. فانا حاب ان شاء الله يوم من الايام انت حتناقش الموضوع هذا سواء في تويتر ولا مع ابو الرحمن. نتشرف يا موسى، يعطيك العافيه يا حبيبي. الله يسعدك، شكرا لك يا مشاري. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. طيب جماعة، بعد في مشاركة هنا كانت حلوة ما أدري وين، يقول بعض إن شاء الله نرجع لاسمك، شغلونا بعض البنات في وقت السيارات. طيب يقول بعض وكالات تحاول تجذب المشتري للسيارات وتبيع السيارة بمكسب جدا قليل أو رخيص، ويرفعون أسعار الصيانة وأسعار قطع الغيار. هذه مشاركة مودي. طب مودي هذا يمكن أسلوب ماركتينج وتسويق، ما نقدر يعني إحنا نقول عليهم شيء، ممكن ينزلك في قيمة السيارة ويستفيد من الصيانة وذا، لكن أنت ممكن تأخذ السيارة وتسوي صيانة برا، يعني إذا أول ما ينتهي ضمانها خليك برا. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ بخير الله يسلمك، من معي؟ من معي؟ تعرف عليك؟ محمد مرزق وداني. حياك الله، تفضل أخوي محمد. ما أدري المشاركة على إيش؟ بخصوص أسعار السيارات، هل مبالغ فيها ولا لا، الجديدة والمستعملة؟ أسعار السيارات هل مبالغ فيها ولا لا، الجديدة أو المستعملة؟ السلام ورحمة الله. ألو. طيب راح الاتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. مساك الله بالخير. مسيك بالنور، هلا بك. عندي مداخلة بس لا أنت بالنسبة للموضوع. أبى أتعرف عليك أول. أبو عبد الله من الشرقية. تفضل يا أبو عبد الله. ونعم. بالنسبة للشخص اللي يقول أنت سحب السيارة مثلاً بالشخص المستأجر عندما يدخل بغالة أو غيره. أنا بعطيك ملاحظة شيء واحد، إذا ما يرضاها على نفسه أو يرضاها هذا شيء راجع له. الموظف طبعاً بأي شركة عند الراتب الأساسي 3,000. طيب عند 300 عميل، 300 عميل اللي هو لازم يسددون 300 عميل عشان تنزل له عمولة 4,000. حلو. طيب لو ينقص عميل واحد العمولة كلها تروح. بالله عليك أنت إذا ما سددت شهرين ثلاثة تلوم العميل؟ انت لو شخص واحد ما دفعت ضيعت عليه شهريا 4,000 ريال، لو شخص واحد والباقي سددوا 4,000 ريال شهريا، ترضاها انت ينخفض من راتبك هالمبلغ؟ لا، هذه مديرتها. طيب ارد عليك؟ لا خليني ارد عليك. طيب انا ما اقول لك هذه السياره من حقك وانا تاخرت في تسديد الاقساط، زين؟ لك حقيقة انك تسحب السياره، لكن انا اتكلم على طريقه سحب السياره. في جهات حكوميه تروح لها وتيجي هي تاخذ السياره توجه لي الانذار الاول يستدعوني، لكن تجيني وانا معلش كنه انا اللي سارق منك السياره، او يجي الموظف. حبيبي سم، انا بقول لك شيء، انا شغلتي رجل امن. طيب هلا وسهلا. انا اعرف سوالف انسحبت سيارات من رجل الامن وبعدها توقفت عند
مثلا الشرطه الفلانيه تسلمت للشرطه يجي صاحب السياره بمفتاح السبير بالغفله يطلع بكفاله ويجي يسحب السياره مره ثانيه. حلو، تدري ليش؟ لانه ما في اتفاقيه بين الشركه المؤجره وبين الدوائر الحكوميه الاخرى، ما في اتفاقيه على الموضوع ده. اتفاقيات وفي وفي، بس نتكلم منطقي الواسطه حق القانون. الواسطه اني انا انه انا معليش موتري ينحجز عند الدوريات ولا بقسم الشرطه وتقوم الواسطه يخليني اجي انا واطلع الموتر وتيجي الشركه الطالب اقول لهم ما الى الحين في سوالف كذا، والشرطه تقول مثلا السياره تسلمت السياره كذا. يعني انت مؤيد ابو عبد الله لسحب السيارات؟ مؤيد وبقوه بالطريقه اللي يسوونها الموظفين التابعين للبنوك او شركات التاجير، صح؟ اذا الشخص هو ما افتح على نفسه ومشر الاقساط مؤيد بقوه. ممتاز. لو شهر انا تعثرت واتصلت حق الموظف وتأسفت له وطلبت منه يصبر علي شهر اوكي، بس بشكل دائم انا مؤيد مليون بالمئة. رايك على العين والراس، شكرا لك ابو عبد الله. شكرا حبيبي، هلا وسهلا، حياك الله. ناخذ اتصال بعد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك اخوي سهل؟ بخير الله يسلمك، تعرف عليك. معك احمد الشريف. هلا وسهلا، تفضل يا احمد. عزيزي والله اسعار مبالغ فيها. احمد انت وين تكلمنا؟ احمد من الحراج؟ لا انا اكلمك والله جالس عمنا كد. في صوت ازعاج جنبك، تفضل يا احمد يلا. أي. مبالغ في السيارات المستعمله؟ والله مستعمله مستعمله لا والله، بس ما ادري صراحه، بس انه الجديد صراحه اسعاره نار. عارف انا اخذت سياره 2013 وراحت تالف. الله يعوضك خير ان شاء الله. ما هي مشكله. جيت اخذ سياره ثانيه حاسبينها علي دبل. ليش؟ والله دبل قيمة السيارة 58 حسبوها عليها 83. ليش؟ عشان الحادث الأول مثلا؟ لا لا بس مزودين أسعارها، زادت أسعار زادت أسعار السيارات. سيارة قيمتها 69,000 كاش. أنا فهمت عليك. وقفت علي أقساط 107,000. يا ساتر، الله المستعان. بطلت منه، يعني أسعار مبالغ فيها. الله يعين، شكرا لك أخوي أحمد. هلا أهلا وسهلا، حياك. ناخذ اتصال بعد. ألو، حسبوها عليها 83. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كم شاري؟ بخير الله يسلمك، من معي؟ بارك طيب. بخير الله يرضى عليك، تعرف عليك؟ شريف اليام من المدينة. ونعم، تفضل يا شريف. إيجاد. بس يا أخي فصل بالنسبة لأبو عبد الله الأخ اللي قبل شوي قال إنه سحب السيارة وزي كذا. إيش رأيه طيب إنه إذا انسحبت السيارة وفي أغراض متعلقة شخصية وما واختفت؟ راح قدم. انا ما عندي مشكله اذا كان انسحب اوكي، هذه شيء يخص الدوله والوكيل. شوف يعني تخيل انه اشياء متعلقه بالسياره مثلا اشياء خاصه جوال مثلا فلوس ماليه يعني ما هي موجوده اختفت يا جماعه الخير. طب يعني وعلى فكره دخلت للمدير وقال لكم اثبت انا الحمد لله مركب كاميرات في السياره واثبت له هذا الشيء، قال لي طيب اشوفها لك وراجعها، والى الان ما صار اي شيء. طبعا جوال و2500 وفي اوراق يعني مهمه شيك وما شيك. يعني انت رحت لاي مدير؟ مدير الشركه اللي سحبوه ولا رحت لما تروح للشرطه؟ الشرطه قالوا والله رجع الوكيل اثبتهم. هذه الان متمرمط بين الشرطه وبين الوكيل. هذا اللي انا اتكلم عليه، ما في اتفاقيه. هذا اللي انا اتكلم عليه، ما في اتفاقيه. أيوة. بين الشركات المؤجره وبين الجهات المعنيه. اقول له طيب اعطيني اجيب لي الموظف اللي سحبه. يعني ما اقول انه سرق، انا اقول انه لا سمح الله يده طالت كذا وما يدري وسحب الاغراض هذه. يا اخي رجعها يا اخي. طيب وصلت اللي. راجع ما راجع، والحمد لله عندي اثباتات وعندي كل شيء، بس عادي. الله يسهل لك امورك، شكرا. محامي ولا شوف لي شيء. الله يعينك، شكرا لك اخوي شريف. طيب نطلع الفاصلنا الاخير وعقب راجعين متواصلين معكم توين تيربو، خلوكم معنا. توين تيربو مع فيصل الصيخان. سعيد يعطيه العافية، متحمس على طول، ما أعطاني مجال فاصل حتى أروح أشرب ماء ولا شيء. ألو ألو، معلش. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. أيوة مشارك، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. معك موسى البوشي أجين ثاني مرة. أهلا وسهلا، حياك. بس لي رد للأخ أبو عبد الله اللي رد علي طبعا. موسى أنا بس أحب أوضح، أنا أتكلم بشكل عام، لا ترد عليه هو شخصيا، أتكلم على هو مؤيد أبو مشاري. طب أنا بقول بس بشكل عام، يعني هو طبعا نتفضل إنه يعني اللي ما يستحي على وجهه يدفع القسط. طيب أوكي، في ناس بيجيها طبعا ظرف معي ما قدر يدفع الشهر، فجأة بيجي يوقف مكان طبعا مع أهله ولا مع أشغال. يعني احنا عارفين السالفة وعارفين طريقة السحب، لكن أنت تتوقع طيب من شهر يسحبونه؟ طيب أنا مين يضمني؟ طبعا أنا قبل ما أشتكي أنا أقول له روح حق يعني رجع الحق الأخ اللي
راح عليه جوال مثلا 2500 هذا وين بيروح ياخذ حقه الان؟ طيب موسى اعطيك طريقه وانت والناس اللي عندهم مشكله غيروا يا اخوي مفاتيح السياره الكيلون وخلاص. يعني طبعا في محامي يعني هو ادرى مني ومن الاخ عبد الله وكل المستمعين ما اعمم عليه انا طبعا فهو ادرى بالهذا يعني الحمايه طبعا بيكون رجال الامن هم يعني انا اتوقع ان الوكيل مفروض انه يكون في ضمان معين يراجع جهات معينه قبل السحب. وصلت الفكره شكرا لك يا اخي. لازم يكون في كونكشن بين الوكيل وبين الرجال الامن صراحه لانه بصراحه هذه احراج للناس اللي تأجل. طيب بس عشان لا نطلع موضوعنا شكرا لك يعطيك العافيه اخوي موسى. هلا وسهلا جماعه خلونا نرجع لموضوع الغلا والاسعار. الو السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. كيف حالك يا فيصل؟ بخير الله يسلمك ان شاء الله. من معي؟ الو هلا تعرف عليك. طيب انقطع الاتصال. الو الو مساء الخير. هلا مساء النور يا حمود. هلا والله شلونك؟ والله تمام الحمد لله. تفضل يا حمود. والله يا فيصل بالنسبه للموضوع يعني تعرف سيارتي يا فيصل ما اقول فيها معقول؟ ما هي مبالغ ما هو مبالغ فيها. ايوه انت معك سياره حمود؟ انت تتكلم عن سياره بس مو موديل جديد. تشوف ان السيارات اسعارها الجديده عادي اللي بس السيارات الجديده يا فيصل سعرها مو مبالغ فيها ما اقول لان فيها مواصفات مثل الصراحه. طيب وصل رايك شكرا لك يا حمود. الله هلا وسهلا. هذا يا جماعه حمود يقول لكم السعر معقول بالنسبه للمواصفات. الو السلام عليكم. عليكم السلام هلا بك. كيف حالك يا فيصل؟ بخير عساك بخير ان شاء الله. معك الشمري من مكه. ونعم تفضل. عليك زود. شوف بالنسبه انا عندي اتكلم عن موضوع السيارات الاقساط وما الا هذا. عندك تحمل السيارات يعني انت في العقد لما تروح توقع العقد مع الشركه عندك 3 شهور وبعدين تسحب السياره. الحين من اول شهر يروح يسحبوا لك السياره يعني ده صراحه يعني مو هو من حقهم. عندك في العقد 3 شهور تسحب السياره من اول قسط. ليش؟ لو تاخرت يوم واحد السياره انسحبت برضه يعني الانسان تجي له ظروف تجي له يعني ازمات ماليه اوقات وبالذات عندك في اوقات قبل الاعياد تسحب السياره قبل العيد عشان تسدد قسط ليل مقدم. كذا وكاله بيوت تسوي معانا بالنظام هذا ما علينا احنا من لا معلش ما نبي نذكر وكالات بس سؤالي لك من اول شهر يسحبون السياره متاكد؟ والله انا سيارتي والله اتاخر يوم سحب السياره وبالذات في رمضان يسحبوا لك السياره قبل شو اسمه قبل رمضان تلقى السياره مسحوبه او ثاني يوم رمضان السياره مي موجوده عند البيت. والله نمت حيت من النوم السياره مي موجوده كلم الوكاله قال لي سدد قسطين وخذ السياره. الله المستعان. صرت تعذر لي في العيد ومدري ايش ومدارس وما مدارس والكلام هذا فصراحه الموضوع يعني مشكله. طيب برضو عندك الحين انا في واحد صاحبي يشتغل في مصنع سيارات حق لا تذكر اسماء لا تذكر لي اسماء ما نذكر هذه. طبعا السياره لما تيجي يفكوا القطع اللي فيها ويركبوا صيني يركبوا من الشيء الرخيص. سيارة تفك قطع فيها تلقاها صينية وهي جاية مكانها تنباع اللي فكوه هذه على انها قطع جديدة اصلية تنباع جديدة وهذا النظام مكان عشان السعر غالي ويحطوا لك الرخيص في السيارة عشان تعطل وتروح تشتري منهم. الله يعين ان شاء الله. طيب شكرا لك يا موسى. موظف عندهم وقال لي الكلام هذا يقول قدام عينه انه يصير الشيء هذا. الله يعين وسهلا لك. حرام وهو ظلم. الا بس ما نقدر نقول شيء ولا احنا بذاكرين وموجود كل شيء باليوتيوب مثبت. شكرا لك اخوي يعطيك العافيه حبيبي. هلا وسهلا. هلا بك. ناخذ اتصال بعد. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. كيف الحال اخوي؟ بخير الله يسلمك ان شاء الله. نتعرف عليك. معك علي من جده. هلا وسهلا تفضل يا علي. عطني اسعار السيارات فكونا من السيارات اللي انسحبت خلاص نبي نتكلم عن اسعار. انا بتكلم عن اسعار السيارات وخاصه الشركات حقت التاجير المنتهي بالتمليك. يلا يعني سعر السياره الكاش مثلا 80,000 يزود لك عليها 25,000 هل هذا حرام واخرها تكون في دفعه اخيره؟ يعني انا انصح جميع الناس خش للجمعيات طلع قرض من البنك واشتري كاش ابعد عن شركات التاجير. يعني هذا الشيء والله حرام. اروح بشتري سياره قيمتها 85 يقول لي 110 هم شفت الفوائد ياخذون لك 8 و9% تقريبا فوائد ويقول لك 3% تقريبا 10,000 15,000 لكن تدق لي 25,000 فائده وتقول لي القصد 2000 ريال ودفعه اخيره 20,000 انا مستغرب تقول 25 ترى قليل 25 ما ادري انت حسبتها سنتين يمكن روح 5 سنوات وشوف ال 45,000 على 5 سنوات تقريبا 25 الى 30,000 الزياده تقريبا. انا قبل تقريبا اسبوعين كنت في احد الوكالات تقريبا السياره سعرها 85 حطها تقريبا زود عليها 35,000 او 25,000 الله المستعان. عاد وش نقول عاد هذا اللي موجود هذا شيء مبالغ فيه صراحه. الواحد ياخذ له مستعمل ولا يجمع له فلوس ياخذها كاش افضل.
وصلت الفكرة. شكرا لك أخوي، يعطيك العافية. شكرا لك حبيبي. هلا وسهلا، حياك الله. ناخذ اتصال بعد. ألو. طيب معلش عندك إزعاج ما نقدر ناخذ اتصالك. عليكم السلام، هلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. معكم محمد من ذوق الوداني مرة ثانية، معليش انقطع الخط. هلا، تفضل تفضل، عطنا رأيك. كيف حالك؟ بخير طاب حالك. بس أسعار السيارة، أنا اشتريت لي موتر وللحين قصده والموتر سبحان الله بعته تشليه ب 12,000. الله يعوضك خير إن شاء الله. اللهم آمين. بس ما أدري ليش الأسعار يعني غالي شوي. والله حنا كلنا ما ندري هذا، حنا نناقش ونشوف هل الأسعار مبالغ فيها ولا في ناس يقول لك لا على حسب المواصفات. حنا ما ندري والله ليش الأسعار وصلت لهالدرجة. طيب شكرا لك يا أخوي. تفضل. ممكن أهدي أبو. تفضل إهداد. تفضل. أهدي الهادي الحبابي القحطاني. وش بتهدي؟ برنامجنا سيارات، حنا بتهدي كريلا ولا وش بتهدي؟ والله هذه يسعد مساء اليوم هذا. قال عساني اخذها انا هم نهدي. يلا تفضل. اي والله. واطلب اغنيه جسمه علي بن محمد انت مكن. طيب ان شاء الله، ابشر ان شاء الله. هلا وسهلا، البرنامج اللي عقب عندهم اغاني، انا ما عندي اغاني. الو. الو. هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك، تعرف عليك. بالنسبه معك طراد من جده. طراد؟ طراد من جده. تفضل يا طراد. الو، وين رحت؟ معليش غير مكانك وكلمه بس. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا. كيف حالك اخوي؟ بخير يا اخوي، تعرف عليك. عبد الخالق الظلمي من الرياض. ونعم، تفضل اخوي عبد الخالق. والله سمعتكم تتكلمون عن عشان شركات التأجير. لا قفل معليش الباب ده، عطني اسعار السيارات الجديده المستعمله، هل تشوف انه في مبالغه باسعارها ولا اسعار عاديه معقوله؟ والله شوف، هم الحين يقارنون يقولون قبل مثلا 5 سنوات كان سعرها مثلا طايح الربع، والحين يقولون غليت. ليه؟ يشوف المواصفات اللي زادوها. هي غليت حاجة بسيطة بس صراحة يعني على حاجة تستاهل. شوف ترى في، أنا ما ودي أذكر لأنه ما المفترض أني ما أذكر أسماء، في سيارات الآن تكلم 2015 تغير شكل زين، بس تكلم على 80-90 ألف فرق عن الموديل اللي قبله. يعني معقولة يا رجال في مواصفات ب 90 ألف؟ أو هل عندك مثلا أنظمة أمان، رادارات، رفاهية في القيادة؟ في في لا في بالقديم، بس يعني 90 ألف توصل فرق بين الموديلين؟ ما تحس أن 90 ألف دي أخذ فيها موتر ثاني؟ إيه الفرق اختلف. هذه حق الهاي هاي مو لا 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 لا، ابشرك موتر عائلي بعد، بس ما قلت لك مو موتر عائلي فل كامل، الفل القديم والفل الجديد اختلف. خلاص طيب فاهم بالضبط. خلاص زين، راح شوف وش المواصفات اللي حاطينه الجديد، يبغون يحتكرون السوق على قولك. تذكر الله يسهل الامور. طيب شكرا لك اخوي. العفو. هلا وسهلا، حياك. طيب أم عبد العزيز تقول الأسعار مرتفعة وليه الحديد نفس قبل أقل حادث بسيط عندما تقصد الحديد الأول أفضل من الآن. بعدين تقول أم عبد العزيز أنا زوجي يسحبوها، تقصد سيارته من عند العمل، يوم طلع تفاجأ يوم سأل الوكالة ويأخذون قيمة إبقاء السيارة عندهم بعد، يعني ماخذين سيارتي ودفعوني بعد رسوم أني حطيتها عندكم كم يوم. شكرا لك يا أم عبد العزيز. طيب باقي المشاركات خارج عن الموضوع، خلونا ناخذ اتصال، يمكن وصلنا لنهايه حلقه اليوم. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا. كيف الحال يا اخوي؟ بخير الله يسلمك، من معي؟ معك اخوك يحيى الغامدي. ونعم، تفضل يا يحيى. الله يسلمك ان شاء الله. انا تفضل يحيى. حاب اني اشارك في البرنامج. تفضل انت على الهواء من اول، تفضل. الله يعطيك العافيه اخوي. بالنسبه لاسعار السيارات، طبعا في بعض السيارات تكون اسعارها مرتفعه فعلا وتكون نسبتها عاليه. اوكي، انا بحكم اني انا موظف في احد الوكالات السيارات. انت بالمبيعات؟ لا، انا في قسم التسويق. طيب حلو. اوكي. فطبعا النسب تتفاوت، طبعا هي على حسب الشركات. طبعا في شركة نسبتها تكون أعلى بنسبة اللي هي 13.6%. أنت تتكلم على التأجير من تهي تمليك ولا بيع الكاش؟ أي نعم التأجير. تفضل. طيب أي نعم، يعني حدود تقريبا 45 ألف ريال. حلو. أي نعم.
فتتفاوت من شركة لشركة. في بعض الشركات تكون نسبتها أقل، في بعض الشركات تكون نسبتها أعلى. طيب سؤالي، بما أنك أنت موظف في التسويق، ليش الشركات تختلف نسبها عن بعض؟ والله على حسب، على حسب كل شركة لها مميزات. طبعا يقولوا لك إحنا طبعا لنا نسبة أقل. في بعض الشركات أنا أذكر في شركة دون ذكر اسم يعني تكون نسبتها 10%. طيب أنت وافقني الرأي أنه في شركات تستغل قوتها وقوة اسمها بالسوق تقوم ترفع النسبة لأنها متأكدة أنه العملاء ما راح يقل عددهم، لأنه يعني موقفه قوي بالسوق من ناحية توفير قطع غيار والصيانة والأمور دي. هذه شيء أكيد يعني أوافق الرأي فعلا، يعني في بعض الشركات تستغل الموقف هذا بحكم أنها هي المستحوذة على النسبة الأعلى في المملكة العربية السعودية. طيب زين أخوي، يعطيك العافية وشكرا لكم دخلتك. يا هلا وسهلا، حياك الله. ألو، ناخذ اتصال. ألو ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك أخوي فهد؟ بخير الله يسلمك. إن شاء الله إن شاء الله طيب. بخير الله يبارك فيك. إيش أخبارك؟ الحمد لله بخير. والله طول الغابة علينا يا أخوي فهد. متأكد ما كلمتني قبل؟ لا والله لي كم ما كلمتك تم أسبوعين. آمن فيلا بس عشان كده داق قلت خليني أسلم عليك أبو الله يسلمك. طب خلنا نتعرف عليك. أفضل. لا ما عرفته. بندر عيف طبعا. هلا بندر، شلونك؟ بندر انا دا من ايام شارع قال وش اقول لك، الخبط بينك وبين مين بسرعه حبيب القلب طيب هي على قولك. طيب بندر عطني عطني رايك. والله بخير الله يسلمك. والله طال عمرك حبيت انا والله والله داق اني اسلم عليك طول العمر. والله توجه حياتي لك ولكل اللي معاك. طب تفضل خلينا قهويك. تسلم يا بيبا. شكرا لك يا بندر، يعطيك العافيه حبيبي. اهلا وسهلا، سلامك وصل. طيب الكنترول اللي جماعه هنا زعل علينا، يقول سيارتك اقتصاد ولا كاش؟ انت تحت الهواء بقدر احقق معك. طيب يا جماعه وصلنا معكم لنهايه حلقه اليوم، يعطيكم العافيه، كل الشكر والتقدير لكم. اللي ما تابع الحلقه من بدايتها ان شاء الله بعد كم يوم تكون موجوده على قناتنا باليوتيوب. اكتب الف الف اف ام بدون اي مسافات، تطلع لك القناه كامله. ادخل على قوائم التشغيل واختار تون تيربو وان شاء الله تحصل الحلقه موجودة. تقبلوا تحيات أخوكم فيصل الصيخان وعساكم على القوة.